بص ركز معايا، انت محتاج كوباية قهوة على كام موزة كده عشان داخلين على يوم دمار شامل. النهاردة هناخد عضلات الكتف والرجل غسيل ومكوى، هما اللي هياخدونا الله اعلم، بس اللي متأكد منه ان النهاردة التمرين هتبقى عالمية. فيلا نفوق ونتمرن بكل قوتنا. جاهزين يا وحوش انفورما؟ يلا بينا. هنبدأ يومنا زي كل مرة بالتسخين من 40 ل 50 عدة جامبينج جاكس، 15 دوران الدراع لقدام والورا، 10 دوران للكوع يمين وشمال لكل ايد، 15 دوران للريست يمين وشمال لكل ايد، 15 اكسترنال روتيشن عرضي لكل ايد، 15 اكسترنال روتيشن عمودي لكل ايد، 15 رفرفة جانبي، 15 رفرفة امامي، 15 رفرفة خلفي، وده الملخص في السريع. بس النهارده في اختلاف ان احنا هنسخن رجل كمان. هنبدا اول شكل بالليج سوينج فورورد وباكورد او مرجحه الرجل لقدام ولورا. زي ما انتم شايفيني بالظبط، لما اجي مرجح رجل لقدام بسترتشها اخر حته سنه، ولما اجي مرجحها لورا بسترتشها برده في اخر حته سنه. هنعمل 15 عده لليمين وبعد كده هنعمل 15 عده للشمال. تاني شكل معانا هو الليج سوينج برده بس سايد تو سايد، او مرجحه الرجل بالجنب او العرض. برضه في الشكل ده هنمجح رجلينا بس المره دي للجنب، ونجيب اخر المدى الحركي لجوه، وبعد كده ننفذ نفس الكلام لبره. هنعمل 15 عده للناحيه اليمين، وبعد كده الرجل الشمال هنلعب برضه 15 عده. ثالث شكل معانا في التسخين هيبقى الني فليكشن اكستنشن او فرد وتاني الركبه. بالطريقه دي عشان نسخن المفصل كويس، هتفرد مفصل الركبه وبعد كده تتني للاخر زي ما انت شايف كده. هتعمل كده 15 عده للرجل اليمين، وبعد كده هنعمل كده 15 عده للرجل الشمال. الشكل الرابع في التسخين هيكون الستاندنج ني هاج. هنرفع رجلينا وهي متنيه بالمنظر ده، ونحضن الركبه ونضمها علينا، وبعد كده نسيبها بالمنظر ده بالظبط. هنعمل كده 10 لليمين و10 للشمال، يعني مجموع 20 عده. وخامس شكل معانا في التسخين هيكون دوران مفصل الانكل. هنلف الانكل 15 مره لليمين، وبعد كده 15 مره للشمال. هنعمل كده للانكل اليمين، وبعد ما نخلص هنعمل نفس العدات للانكل الشمال. سادس شكل معانا هيكون البايلاترال لانج، وده الاسترتش العضلات الداخليه والخارجيه. بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي بالظبط، هنعمل 15 لليمين، وبعد ما نخلص هنعمل 15 للشمال. سابع شكل معانا في التسخين هيكون استرتشنج للهامسترنج او استرتشنج للخلفيات بالطريقه دي. هتحاول كل مره توصل تلمس مشط رجلك وترجع تاني بالمنظر ده بالظبط. هنلعب الشكل ده 15 عده. واخر شكل معانا في التسخين هيكون سكوات بوزن الجسم و10 عدات بس. وبكده نكون خلصنا تسخين الرجل كمان. واليوم الثالث معانا هيكون تمارين للرجل والكتاف، والنهارده كل الاشكال هنعمل فيها التكنيك الجديد بتاعنا الفليكسنج. اول شكل معانا هيبقى بار بل ستيشنري لانجز او الطعن بالبار. هنبدا بان البار يكون بين رجلينا واحنا نازلين نص ركبه في الوضعيه اللي احنا شايفينها دي. هنبدا نمسكه ونظبط نفسنا ونطلع بالوزن للاخر. واحنا نازلين ظهرك مفرود، حاول تخلي ركبتك العكسية تجيب أكبر مدى لتحت تلمس الأرض، ورجلك اللي قدام الزاوية اللي ما بين الفخذ والقصبة عاملة 90 درجة تقريبا. طبعا ومشت رجلك سابق ركبتك عشان تعرف تحافظ على الزاوية دي. لكن ممكن الشكل ده تلعبه بوضعية تانية، بإنك بدل ما تشيل البار من تحت كده شيل البار ورا رقبتك بالمنظر ده. العب بالتكنيك اللي تعرف تظبط بيه الشكل وتزود فيه أوزان ويكون أريح لك وانت بتتمرن. التمرين ده قوي جدا للرجل كلها، بس التركيز الاكبر عليه على عضلة الكوادريسبس، يعني العضلات الامامية للرجل، وعضلات الجلوتس. هنلعب بوزن نقدر نجيب بيه من 10 ل 12 عدة بالظبط في اليمين. بعد ما نخلص نسيب الوزن ونروح نفليكس او نشد على اماميات الرجل بتاعت اليمين. هنشد على الامامية بالمنظر ده لمدة 15 ثانية، وبعد ما نخلص ال 15 ثانية دول هنطبق نفس القواعد اللي احنا قلناها على الرجل التانية، وبعد كده ناخد الراحة بتاعتنا. الشكل ده هنلعبه 3 مجاميع لكل رجل. تاني شكل معانا الدمبل ليكر، خلفيات الرجل بالدمبل. أول حاجة محتاجين من كرسيين لتلاتة على حسب طولك، يبقوا بس عاليين على الأرض شوية، دمبل بوزن مناسب لينا. هننام بالصورة دي على المسند بتاعنا وركبتنا عند آخر المسند، ونبدأ ناخد الدمبل بالصورة دي. طبعا لو معاك حد يناولك الدمبل هيبقى أحسن بكتير. الدمبل يكون ما بين مشتين الرجل بالمنظر ده، ونبدا نعمل حركه الني فليكشن او تاني مفصل الركبه عشان نبدا نرفع الوزن بالمنظر ده.
هات اخر المدى الحركي وبعد كده ارجع لنقطة البداية تاني، وانت راجع اكيد متحكم في الوزن اللي انت شايله. تمرين جبار بيشغل عضلات الهامسترينج او الخلفيات بطريقة جامدة جدا. التمرين بالتكنيك ده وبالدمبل فري ويت، ان ده بيشغل عضلات مثبتة كتيرة جدا عشان تعرف تعمل الحركة، وبالتالي بتحس بيه قوي. هنشيل الوزن اللي نقدر نجيب بيه من 10 ل 12 عدة بالظبط، وبعد كده سيب الوزن وابدأ شد على الهامسترينج او الخلفيات بالمنظر ده بالظبط لمدة 15 ثانية. بعد 15 ثانية دول تخد الراحة بتاعتك اللي ما بين 15 ل 60 ثانية. الشكل ده هنلعبه 4 مجاميع. الشكل الثالث معانا ده بقى الكومبو الفرونت سكوات بريس. هتمسك دمبلين مناسبين بالوضعية دي قدامك، رجلك وسع كتافك وعلى خط واحد. هنبدأ نعمل حركة السكوات العادية وتنزل لتحت بالشكل ده، واحنا طالعين بعد ما نخلص الحركة هوبا هنقوم لازقين فيها حركة الفرونت بريس او الدفع الامامي بالكتف، وتفرد كوعك لفوق وترجع تاني، وبكده احنا عملنا عدة كاملة. طبعا التمرين ده بيشغل الجسم كله، بس تركيزه الاساسي بيبقى على عضلات الكوادز الاماميات للرجل والجلوتس الخلفية، ده غير انه بيركز لك على الكتف الامامي وانت بتعمل الفرونت بريس، وكمان عضلات الكور عشان تثبتك وانت بتعمل الشكل ده. التمرين ده بالوضع ده هنلعبه بوزن نقدر نجيب بيه من 10 ل 12 عدة، وبعد كده نسيب الوزن ونفليكس الكتف الامامي بالمنظر ده لمدة 15 ثانية، وبعد كده ناخد الراحة بتاعتنا اللي هم 60 ثانية. ساعات ممكن نلجأ نوصل ل 90 ثانية لو الموضوع خد مننا مجهود كبير. لو صعب عليك التمرين ده بالتكنيك ده ممكن تفصله وتعمل السكوات لوحده 10 ل 12 عده وتدخله سوبر سيت مع الكتف الامامي لوحده 10 ل 12 عده، ده في حال انك مش عارف تظبط التكنيك الاولاني. هنلعب الشكل ده 3 مجاميع. الشكل الرابع معانا سنجل كورفريز او سمانه فردي بالدمبل. هنحتاج كرسي نسند عليه وطاره او اتنين عشان نقف عليهم ويعلونا على الارض شويه عشان نعرف نجيب المدى الحركي. هنمسك الدمبل وايدينا التانيه سند على الكرسي، رجلينا عكسيه بالوضعيه دي بالظبط، ونبدا نرفع جسمنا بالسمانه لفوق بالمنظر ده، وفي اخر حته فوق حاول تسكويز السمانه او افعص السمانه سنه، وانت نازل حاول تنزل للاخر وتسترتش السمانه على الاخر. طبعا شكل مهم للسمانه، لعبه فردي هيخلينا نركز على كل سمانه لوحدها كويس قوي، وهنلعب بالوزن اللي نقدر نجيب بيه من 12 ل 15 عده، وبعد ما نخلص العدات نسيب الوزن ونروح نفليكس او نشد على السمانه 15 ثانيه بالمنظر ده، وبعد كده ننقل على الرجل الثانيه ونطبق فيها نفس الكلام اللي قلناه على اللي فاتت. وفي الشكل ده انت مش محتاج راحه ما بين المجاميع عشان الرجل الثانيه بتكون مريحه، فهنخش كله ورا بعض وهنلعب الشكل ده 4 مجاميع لكل ناحيه. الشكل الخامس معانا دمبل لاترال ريز الرفرفه الجانبي بالدمبل. هنجهز الدمبلين بتوعنا وجنبنا بالمنظر ده، ونبدا نرفع الوزن للجنب، وحاول تخلي كتفك هو المنفذ الرئيسي للحركه كلها، هتوصل للاخر فوق وبعد كده تنزل لنقطه البدايه واكنك طاير وبترفرف. حاول دايما في الحركه تثبت ظهرك، ما تتمرجحش بظهرك كتير عشان تخلي كتفك معزول شويه ويعرف ينفذ الحركه ويستفيد منها كويس، ولو عرفت كمان تتحكم في الوزن وانت نازل فانت كده كمان عرفت تستفاد بالحركه السلبيه للشكل ده، فاضرب التطور بتاع الكتف بتاعك في اضعاف. طبعا تمرين لا غنى عنه في يوم الكتف، بيستهدف الكتف الجانبي وبيطوره بشكل جامد قوي لو عرفت تظبط التكنيك بتاعه. هنلعب بوزن نقدر نجيب بيه من 10 ل 12 عده بالظبط، وبعد كده نسيب الوزن ونبدأ نفليكس ونشد الكتف الجانبي بالمنظر ده لمدة 15 ثانية، وبعد كده نريح من 45 ل 60 ثانية. الشكل ده هنلعبه 4 مجاميع. الشكل السادس معانا الرير دمبل فلايز او الرفرفة الخلفي بالدمبل. عايزين كرسي معانا ودمبلين مناسبين، راسنا على الكرسي، ظهرنا بيبقى موازي للأرض، كوعنا لفوق شوية مش مضموم علينا، ونبدأ نرفرف بالمنظر ده. فايدة الكرسي هنا انك بتريح عليه فبتعزل شوية الكتف الخلفي فبنركز عليه اكتر. حاول تسكويز الكتف الخلفي في اخر العدة، الشكل ده مهم جدا عشان معظم الناس بتشتكي ان عندها نقطة ضعف في الكتف الخلفي. هنشيل الوزن اللي نقدر نجيب بيه من 10 ل 12 عدة، وبعد ما نخلص هنسيب الوزن ونشد الكتف الخلفي بتاعنا بالمنظر ده لمدة 15 ثانية، وبعد ما نخلصهم ناخد الراحة بتاعتنا اللي ما بين 45 ل 60 ثانية. الشكل ده برضه هنلعبه 4 مجاميع. اخر شكل معانا البار بالشرج او الترابيز بالبار. محتاجين البار ونحط فيه وزن مناسب لينا يبقى قدامنا بالمنظر ده، ونبدا نرفع الوزن بالشكل ده بالظبط، نوصل لاخر المدى الحركي فوق ونسكويز قوي او نفعس قوي الترابيز على قد ما نقدر، وبعد كده ننزل نسترتشها تحت واحنا متحكمين في الوزن واحنا نازلين. شكل مهم جدا للابر ترابس او الترابيس العليا،
ومهم عشان بيدي الشكل الفورمه كده، وتحس ان الترابيس هي التاج اللي على راس الجسم. هنلعب بوزن نقدر نجيب بيه من 12 ل 15 عده بالظبط، وبعد كده نسيبه ونبدا نسكويز الترابيز او نفليكس الترابيز لمده 15 ثانيه، وبعد كده نريح. الراحه بتاعتنا هتكون 30 ثانيه بس. هنلعب الشكل ده 4 مجاميع. قبل ما نخلص بقى، ممكن ناخد جوله عضلات بطن كده بنظام التباتا. هنجهز التايمر بتاعنا اسمه تباتا تايمر للي كان بيسال. 3 2 1. اول شكل معانا هيكون الباربل كرانشز، شكل قوي جدا بيستهدف الريكتس ابدومينس او السكس باك قوي. اهتم تسكويز الابس كويس وتزق بيهم الوزن، جيب اخرك في العشرين ثانية. 3 2 1. وبعد كده ناخد العشر ثواني بتوعنا الراحة نستعد للشكل اللي بعد كده. 3 2 1. Work. تاني شكل معانا هيبقى الكرانشز العكسية، هنعملها بالطريقة دي بالظبط. هنلعب اول شكل للايد اليمين والرجل الشمال لوحدهم، وبعد كده ننقل في الشكل التاني. ده بيشغل عضلات السكس باك، زائد ان هو بيشغل لك عضلات الاوبليكس جامد قوي. 3 2 1. Rest. وبعد كده هنريح العشر ثواني ونستعد للي بعديه. 3 2 1. Work. اللي بعده هيكون نفس الشكل بالظبط، بس المره دي الايد الشمال والرجل اليمين. هنطبق نفس القواعد اللي قلناها على الشكل اللي فات عشان نعرف نلعب ده صح، وجيب اخر عدات ممكن تقدر تجيبها في العشرين ثانيه دولت. 3 2 1. Rest. بعد كده هنريح العشر ثواني بتوعنا. 3 2 1. Work. اخر شكل معانا هيبقى الشكل المشهور البلانك، بس هيبقى فيه تعديل بسيط. هنعمل بلانك عادي، بس المرة دي هنعمل فيه توستات. الوسط بتاعنا هنلفه يمين وشمال بالمنظر ده، وده من اقوى التمارين اللي بتستهدف الاوبليكس او عضلات الجنب بتاعتنا. 3 2 1. Rest. وبعد كده هناخد الراحة. بكده احنا خلصنا سايكل كاملة. هنكرر السايكل اللي احنا لعبناها دي من 3 لـ4 مرات على حسب ما انت تقدر. شفت بقى الموضوع سهل ازاي؟ بس كده بس بقى، بس كفايه كذب، كفايه كذب. هو مش سهل قوي بس عدى. وطبعا بعد اليوم الشاق ده احنا محتاجين بكره نريح ومش هنتمرن، بكره هيبقى ريست. بعد الريست ده هندخل بقى في يوم الخامس بتاعنا، يوم الابر بودي. ما تنسوش يا وحوش تفجروا زر اللايك، ولو لسه ما عملتش سبسكرايب انت مستني ايه؟ اعمل سبسكرايب دلوقتي، هيفوتك كتير صدقني. ولو عايز تشارك معايا في تدريب اونلاين، سواء ان انا اعمل لك دايت واتابع معاك، او اعمل لك برنامج تدريبي تعلي بيه مستواك، انزل سجل تحت لينك التسجيل في الديسكربشن. وافتكر ان مهما حصل ايه قدامك هدف لازم توصل له. خلي بالكم من نفسكم، خلي بالكم اللي حواليكم. سلام.